السلامة ومرحبا بكم على قناة التاسعة في إيكو نوف. بعد غياب بعد شهر رمضان وزاد بين قوسين وصوني كل الرسائل نتاعكم، تحبوا يرجع في وقته، يرجع بعد رمضان، خاطر في رمضان لهين بحاجات أخرى، ناس وعندهم مشاغل أخرى، مش يتلاهوا بالاقتصاد، مش يتلاهوا بالسياسة الحقيقية اللي لازم نتبعوها. خاطر السياسة هي السياسات العامة، شنو النقل، شنو الصحة، شنو، مش السياسة اللي يحكيوا فيها عباد أخرين. وإحنا هوني موجودين باش نشوفوا المواضيع هذه اللي تهم المواطن مباشرة، وهذا هو اللي يهمنا قبل كل شيء. اليوم برنامجنا باش يكون على المنوال التنموي بين الموجود والمنشود، هذا قالها لي سي حطاب، دونك عجبني التيتر حطيته. ضيوفي اليوم باش يكون سي سمير لزعر، مدير عام تنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط. مرحبا بك سي سمير. شكرا. مرحبا وشكرا على الاستضافة. أول حضور معنا. أول حضور. بجنبه سي مراد الحطاب، تعرفوه، هو خبير اقتصادي. مرحبا بك سي مراد. بارك الله فيك. ومرحبا بك معنا في أول حصة معنا. وأنا من المتفرجين والمتابعين الأوفياء للبرنامج. نشكرك. عايش بارك الله فيك. كالعادة سي شكيب، سي شكيب بن مصطفى. مرحبا سي شكيب. وشكرا استضافة. سي عدنان، مرحبا سي عدنان. عايشك وبيك وشكرا استضافة وكلمة حق. جي البريفيليج والأونور دو ترافايي اللي تحت رقابة سي سمير لازار. سمير لازار اي جو فو كونفيرم كو ممكن من خيرة الإطارات اللي عندنا في تونس. باهي، هذه حاجة باهي. بيه مالا نمشي مباشرة وين المشكل؟ في وين المشكل باش نبدا بك انت سي سمير لازار. احنا قلنا التيتر الموجود والمنشود. سمعنا اللي فما رؤية تونس 35، سمعنا اللي فما مخطط تنموي 23-25. تنجمش تعطينا هكا بسطة صغيرة، شنو الوزارة قاعدة تخدم، شنو الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليهم في الموضوع هذا باش نخطوا بعد المنوال التنموي بيان سور. شكرا. أولا شكرا على العودة، نجدد شكري على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لوزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم أهم الأشغال اللي قاعدة تقوم بها حاليا. وقبل ما نبدأ ممكن في النقاش، حبيت نعطي أولا فكرة على رؤية تونس 35 والمخطط التنموي 23-25. أولا الأولويات المرحلة القادمة اللي تم إعدادها على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع، باش تكون كلمة، أن راهو الرؤية هذه تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات. مختلف ولا ماهيش الرؤية نتاعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي رؤية تونس 35 تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوحدة وبتشريك العديد من الخبراء والعديد من حتى بعض ممثلي المجتمع المدني. دونك الأولويات نتاع المرحلة القادمة اللي تم وضعها هي تتمثل بالأساس في تسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الإصلاحي للدولة، ثم النهوض بالاستثمار الخاص وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية. إصلاح الدولة اش تقصد بيه؟ فمن الإصلاحات اللي هي تهم العديد، مثلا فيما يخص توجيه الدعم، فيما يخص شو اسمه الرفع من التقليص من البطالة، الرفع من نسبة النمو. دونك فما العديد من الإصلاحات اللي تم وضعها في هذا المجال. ثم عندنا النهوض بالاستثمار الخاص وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة، كذلك تشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، تحسين فاعلية البرامج الاجتماعية الداعمة للإنصاف والعدالة، وتكريس مبدأ التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف، ثم اعتماد حوكمة اقتصادية ومالية تعزز الصلابة والاستدامة. دونك هذوما الأهم الأولويات الكبرى نتاع التيتر. هذوما باهين برشا، هذوما الأولويات. تدخل شوي هكا في وسط انطلاقا من هذه الأولويات تم وضع رؤية تونس 35 اللي هي ترتكز على ست محاور كبرى بطبيعة الحال. فيهم محور يهم المجال الاقتصادي، محور يهم المجال الاجتماعي، والمحور الأخير يهم مجال التنمية الجهوية وتنمية الجهات. بالنسبة للمحاور الست نتاع البعثة، عندنا المحور الأول هو رأس مال بشري قوامه التنمية المستدامة. دونك الإعطاء الأولوية لرأس المال البشري من بطبيعة الحال، طب تحب بعد ندخل في أكثر معطيات. المحور الثاني هو اقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد. المحور الثالث هو اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة. المحور الرابع الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية كما نعيشوا فيها حاليا احنا في هذا. ثم عندنا العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي. ثم المحور السادس والأخير اللي هو تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة. دونك هذا الست محاور نتاع الرؤية تونس 35 طبيعة الحال. خلينا نعطوا شوية ندخل تو المخطط التنموي 23-25. 35 ما بون
المخطط التنموي احنا بالنسبه لرؤيه تونس 35 قلنا وين وصلنا فيه سان بورسنتاج قداش عملنا طب خلنا بالنسبه للرؤيه باش يتم تنفيذها على ثلاث مخططات ايوه المخطط 23 25 ثم باش يجي عندنا مخطط 26 30 ثم المخطط الثالث باش يغطي الفتره 31 35 ونكون بالطريقه هذه غطينا الرؤيه تاع تونس 35 بالنسبه للمخطط التنموي شرع في انجازه في 2000 هو يغطي 23 24 دونك تم الانجاز شرع في الانجاز من خلال تنزيل العديد من المشاريع ضمن ميزانية الدولة لسنة 23 وكذلك بعض المشاريع الأخرى ضمن ميزانية الدولة لسنة 24 وبقية بعض المشاريع الأخرى سيتم تنزيلها في ميزانية الدولة لسنة 25 قداش عملتوا إنجاز تو في 23-25 قداش خاطر وصلنا تو براتيكمون عام جي في 25 بالنسبة لي قداش عملتوا إنجاز احنا بالنسبة على مستوى ميزانية الدولة الاعتمادات اللي تم إنجازها في إطار أو ترسيمها بالنسبة لميزانية 23 كانت في حدود 4.4 مليار دينار مش فلوس نحكي إنجاز إنجاز ما مش نبدأ بالمالي وبعدها نمشي للواحد علاش الإنجاز المادي يختلف من مشروع إلى مشروع وما نجموش نقوله أن نسبة إنجاز علاش العديد من المشاريع والمشاريع عديدة ومتعددة كان باش نعملوا إنجاز باش ناخذوا هل ترى باش ناخذ لك على نسبة عدد المشاريع المنجزة مقارنة بالمشاريع الواحدة اللي ما تعطيش فكرة دونك علاك علاش في العديد من الحالات ركزوا على الإنجاز على الإنجازات المالية أكثر منها وقت باش ندخلوا في إنجازات قطاعية ناخذ وزارة بوزارة أو ناخذ ولاية بولاية وقتها نجم ندخل بالمشروع بالمشروع وتكون عندنا نسب نتاع إنجاز ما يسمى إنجاز فني أو إنجاز الإنجاز المادي أنت سي عدنان صحيح قلت لي إنسان أما شنو نعطي سؤال يجاوبني كما يحب هو أظلي مليح أنت تو عندك 23 أظلي من خصوصية من الخصال أي من الخصال بتاعو وقلت لي أنت أنوف قلت لي راهو كي يعمل هكا ينجم أسمع أنت عندك 23-25 حطيت برنامج أيوا هكا ولا برنامج قداش حققت منه أخت الفلوس يدور انسيني الفلوس تو دو رياليزاسيون تو دو رياليزاسيون انت قلت مثلا باش نعمل قناطر باش نعمل منارش باش نعمل مكاتب باش نجدي نيمبورت كوا باش نعمل على مثلا باش تقول لي انت على شو اسمه الاقتصاد الطاقي قداش وصلت فيه انت كنت بريفو مثلا فوزافي بريفو باش تمشيو تاع 20% 50% باش الطاقه من جده قداش وصلتوا توا انا هذا شيء يهمني اي علاش شفت لك قلت ما نجمش نعطيك نسبه عامه كي تم مخطط ككل باش نعملوا نسب لازمنا نهبطوا للنسب بالقطاعات او بالمشاريع بالنسبه للنسب ما نجموش نقولوا مثلا راهو نسبه الانجاز نتاع المخطط على مستوى الانجاز المادي رانا وصلنا 30 40% اما وقت باش نقول لك احنا على الاقل نجم نقولوا كي ناخذ في النسبه باش تلقاها في حدود 25 25% معدل النسبه ما بين 20 و25% وهو يوفا 25 يوفا 25 معناها مازلنا 75% مازلنا 75% بطبيعه الحال فم بعض التاخير كان ما نقولوش تاخير في تنفيذ المشروع وفي تنزيل المخطط هذه حاجتي بهذه فم التنزيل وعلى ضوء الإشكاليات اللي وقعت والمشاكل اللي وقعت في تنفيذ ونسق البطيء نتاع المخطط في إطار المرسوم 68 لسنة 22 تم إحداث لجان عن اللجنة العليا اللي يشرف عليها السيد رئيس الحكومة لتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة فمعنا لجنة فنية تحت إشراف رئيس الحكومة كذلك اللي هي تتكون ممثلي الوزارات وعنا لجان قطاعية في كل وزارة فهم لجنة وعنا لجان جهوية على مستوى كل ولاية الهدف متاع اللجان هذه هي تسريع نسق إنجاز المشاريع وبالتالي نحاول بلوغ الأهداف اللي تم رسمها في إطار المخطط التنموي ارتاح شوية طبعا خمشي وصوتي سي حطاب طبعا على ذو ما كان يحكي فيه توسي لازهر سي حطاب شنو شنو شديت هكا والله أنتوك أسمع أنتوك خبير أنتوك سيتويا أنتوك مواطن شنو استنتجت مبدئيا أنا كمواطن شديت اللي ثم إرادة لدفع المجهود التنموي ولكن ثم تشتت في الجهود أيوة كيفاش اللي حكاه الأستاذ سي لازهر هو يدل لأنه ثم تشتت علاش؟ لأنه يحكي للجان وطنية وجهوية وقطاعية وموجودة على مستوى الولايات معناها نحكيه على 100 لجنة 100 لجنة ما جمش تخدم مش نبدأ واضحين معناها في سياق النمط اللي تمشي به الإدارة التونسية معروف وفي سياق البيروقراطية ما تنجمش 100 لجنة ولا 50 لجنة ولا 40 لجنة تسير مشروع. معناها حتى كان نية باهية لمويا موش باهين. مستحيل. واضح. مستحيل على أساس أنه لجنة تلجم تتلم يغيب واحد يحضر واحد تواتي مناسبة كما تفضلت سيادتك بالذكر قبيلة رمضان الصيف كذا يقفوا.
ويمكن هذا اللي يفسر اليوم عندنا برشا مشاريع معتلة وحتى من سورة الأشراف بيدها تقر بالشيء هذا وحتى السيد رئيس الدولة تحدث في عديد المناسبات على أنه المشاريع مش ماخذة نسق المطلوب. من ناحية أخرى وقت اللي نحكي ولا نسب متاع 25% أو ما عناش نسب إنجاز أو عنا غلاف مالي إجمالي وعنا ما نجم نسميه معناها تحقيق جزء من هيك الغلاف المالي هذاك يقاس بالحجم ما يقاسش بالنسبة لأنه حتى تو الأمريكان في اللي رابور متاحهم ولا في الـ في الـ في اللي نوت دو ريشيرش متاحهم عمرهم تلقى واحد يحكي لك على حجم ديما الحديث بالنسبة يا ما من ناحية الإيفوليسيون معناتها أنت قداش كنت وقداش وليت وإلا من ناحية التود رياليزاسيون معناتها قداش حققت بالنسبة للي يلزمك تحققه. هذه نقطة. النقطة الثانية إذا كان نحكيه على 25% نسبة إنجاز وال 2025 جاي غدوة معناتها انتهى الموضوع بالتالي نحكيه على أساس أنه ما فشل. حقق ما نجحناش فشل تجم تقول فشل تجم تقول فشل باهي. الفشل هذا مكلف من ناحية الوقت. احنا اليوم نشوفوا اللي عندنا ثلاثة مشاكل كبيرة في المرفق العام خلينا من موضوع التنمية والمشاريع الكبيرة والإحداثات والتعطيل. المرفق العام اليوم في النقل مع الأسف الناس كل نعرف وضعيته. المرفق العام اليوم في الطرقات صحيح في مجهودات كبيرة قاعدة تتبذل ولكن نعرف وضعيته. ولكن نعرفوا اللي مرفق العام تاع النقل عانى على الأقل من 3 سنين شلل هذا ما نجم يناقش فيه حتى حد تقريبا ولكن هذا يتكلف ياسر. نعرفوا اللي المرفق العام في الصحة كيف كيف اليوم عنده صعوبات كبيرة. نعرفوا اللي الفكرة العامة اللي توجدت في تونس خاصة بعد 25 جويلية اللي هي التكامل بين قطاع عام قطاع خاص وقطاع اجتماعي وتضامني لدارة ما ماش موجود هذا ماش موجود ماش راهو فيه قطاع عام قطاع خاص تو مانيش راه في دي بروجي فيهم قطاع عام قطاع خاص. هو الإشكالية أنه الفكرة العامة النظرة العامة أنك تخلق تكامل اون سينرجي معناها تناغم بين قطاع عام قطاع خاص وقطاع اجتماعي وتضامني. الفكرة هذه بشكل عام بما أنه القطاع العام تعطل ايوه بفعل البيروقراطية القطاع الخاص باش يتعطل هو بيده. وانت تعرف اللي مثلا اليوم قطاع البناء والاشغال العامه الناس مش قاعده تخلص مثلا حد قاعد يخلص علاش على خاطر القطاع العام هو اللي معطل الخلاص لعديد الاسباب يطول شرح. وبالتالي نعرفوا زاده اللي كيف القطاع الاجتماعي والتضامني وكل ما يتفرع حوله معناها مثلا ناخذوا على سبيل المثال موضوع الشركات الاهليه موضوع ال الاساس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتفرعات نتاعو كلها مواضيع تقريبا اليوم معناها في نسق نجم نقول جنيني امبريونير ما تبلورتش. مشاكل تمويل مشاكل احاطه مشاكل مرافقه الى درجه اني انا نجم نتسائل اليوم ونجم يجاوبني سي سمير هل انا نستحق اليوم وزارة الاقتصاد والتنميه ولا لا؟ تو بعد يجاوب نسيش اوكي باش قيد السؤال هذا باش بعد نرجع لك نقول لك نمشيو سي شكيب. سي شكيب بالنسبه لي انا تو كنت سمعت الخيان فما حاجه انا نحب نوضحها للمواطنين اللي المنوال التنموي تاع البلاد هو يمشي يرجع في الاخر لشكون؟ يرجع للمواطن. خاطر انت كي تاخذ السياسه نتاعك وعندك فيزيون ورؤيه كيفاش كسوار او التنميه جهويه ولا غير جهويه لواش تخدم فيها هذا كله؟ مو باش ترجع بعد المصحة للمواطن كسوة في الجهة ولا على الصعيد الوطني هكا ولا اسكو هذا ترى فيه انت قاعد يتفعل ولا فما رؤية 2035 تاع تونس 2035 اي قالها لنا تو سي سمير اللي قالها سي سمير هيلة ما فماش زوز ينجم يتخلفوا عليها يقول لك قلت لي يلزم نبداو مفرهدين في 2035 اه. يلزم نربيو الريش وريفوني بار ابيتون يتزاد يلزم البيانيتر يزيد الديفلوبمون هيومان التنمية البشرية الاندكس نتاعنا باش يزيد اتسيتيتا فماش حد ينجم يقول ليه حتى حد باه أما التفعيل جاء السؤال كيفاش باش نخلطوا له جاء البلان هذايا نتاع 23 25
البلان هذايا اش حاطت باش نخلطوا للهدايا في 2035. نفكر كنا الدخل نتاعنا 4000 دولار للمواطن في 2010، طحنا 3500 دولار بالمواطن. دونك عملنا مارش ارير بالكدايه فيها الثلاث سنين. بعد جاء المخطط هذا، المخطط الاول من 2010 نجم نقولوا هذا اول مره عملنا مخطط، خاطر الاخر اللي تعمل هذاك مغني، تعملنا سيغتامون خرجته مات في عام ومعناتها وما عادش حتى حد حكى به. دونك هذا الفرق هو اللي الحكومه ما زالت موجوده 2023 اش قال هذا؟ قال باش نعملوا في التاريخ بعد 25 جويليا روا بعد 25 قال باش نعملوا النمو تاعنا 2.1% باش نخلطوا باش نعملوا نمو 2.1% في ثلاث سنين. اي بالهال 2.1% باش نخلط 2035 للزوبجيكتيف اللي محطوطين في الفيزيون 2035. بيان سور كو نو، مي حاجه هذه اللي تتحسب للوزاره، وزاره التنميه تقول لك انا مانيش نحط لك 10% كان ما نجمش نعمل 10%. درت على الوزارات الكل وعلى الناس الكل في البلاد نلقى لي الماكسيموم تاعي 2.1%. انت بكري جبت على مؤشر قداش وصلنا، قداش لو تو دو رياليزاسيون. انا عندي المؤشر نتاع المؤشر نعرف تسمع، ما عندناش الديتاي احنا كمواطنين، ما عندناش الديتاي بالضبط، مي فما حاجات تتقالوا نهار اللي تقدم المخطط، فما حاجات تتقالوا. مثلا الانتاج نتاع الفوسفات، الانتاج نتاع الفوسفات كما قال هو عيطنا للوزارات وكل وزاره جبت وزاره الصناعه جاوا قالوا الفوسفات باش نعملوا في 24 في 23 5 مليون طرناطه صحيح، وفي 24 باش نخلطوا النيفو نتاع 2010 نعاودوا نرجعوا له 8 ملايين. اما في 25 راهو 12 مليون طرناطا. ايوه باه نبداو بالبدايه 24 3 وتفتوفه عمان ما ناش في الخمسه. تتفكر عمان واحدة إيميسيون على الفوسفات وقتها، وجاء الممثل على السي بي جي، لا وقتها بعدها بالضبط جاء الممثل تاع السي بي جي قال اي بيان سور. قلت له عندكم الميزانية باش تعملوا الاستثمارات البمبير وعندكم الوقت ويكفيكم والمرونة. قال لي تهنى الور تهني تعملنا ولعملنا 3.5 ملايين ان شاء الله سنين نعملوا 8. نعرف اللي مانيش نعملوا 8، نعرف اللي مانيش نعملوا 12، واللي قدم المخطط هذاك في باله اللي ماهوش اللي يعمل لا 5 لا 8 لا 12. اذا في باله اللي 2.1% مانيش باش نخلطوا لهم. واش معناتها ما نخلطوش هذا؟ تو نعاود نرجع للمواطن. المواطن راهو كي تقول له هل هي النمو واحد كل اكسترا سي ابستري، اما كي تقول له اللي كل نقطه 20,000 موطن شغل سي تري بيان. دونك احنا هذاك باش نعملوا له باش نقعدوا نحكي على السيرفاس 4 تو. نعم احنا تو كيفاش كل نقطه؟ احنا حتى نقطه ما خلطناش. هي جست معناها السيرفاس 4 عامنا ولا كي تقول لي معناتها الاقتصاد نتاعنا باش يولي يخلق تقريبا 90 اقل شويه من 90,000 موطن شغل في السنه. احنا عندنا 600,000 بطال. ما تقدرش من عام باش نخلطوا لهذايا قبل 2035. بيان سور كو مانيش باش نخلطوا. واللي جبتوا على هذا ما باش نخلطوا، لا ما تكونش نيجاتيف، بالنسق هذا مش باش نخلطوا. بالنسق هذا مانيش نخلطوا. خاطر فو با زاد ما نحبوش. اللي قلته انت صحيح على الاخر، خاطر جيسبيغ كو مانيش باش نقعدوا بالنسق هذا. فوالا يلزم فوالا. مانيش نقعدوا بالسياسه هذا. كيما تو جبت على المخطط، المخطط زاد وراه فما. جاتنا وزيره جديده زاد نحيوها. فما في المخطط زاد كيف كيف حكايه الانرجي رينوفلابل الطاقات البديله. الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الطاقات البديله واضحه ياسر، قالوا احنا توا في 2018 قالوا احنا 2.3% باي الطاقات البديله في استهلاك ستاك، راهو باش نخلطوا 2030 باش نوليو 30%. جاوا عام ناول ما تعرفوش كيفاش، احنا مازلنا في 2.7%. اما باش نبدل لوبجيكتيف نتاعي باش نولي في 30 35%. سكي اكسيلون باش نزيدوا. باه انت اش عملت باش نخلطوا 2025%؟ اليوم هنا احنا في 2024 مازلنا 2.7%. دونك هذوما الكل اللي هو ثلاثة ما خلطناهاش. لا ثلاثة ما خلطناهاش ومحطوطة اللي فما 2023-2025 كان فما برنامج ديجا كي نقولوا 2035 يظل 20% ولا حاجة هكاك اللي باش نخلطوا في آخر 2025. دونك هذاك المخطط نتاع 23-25 هذاك ديجا تحفل المئة مالوغوزمون هو ديجا ما كانش كافي. ايوا ما ماهيش نخلطوا للمستوى هذاك. سي عدنان توا بالنسبه ليك انت ديما عندك هكا رؤيه ما قلنا احنا مختلفه شويه، علاش نعملوا في مجال التنميه وعلاش نعملوا في هذا كله؟
بعد اللي تو نعملوا فيه مش قدم بالواحد، شنو الهدف من هذا كل؟ شوف على خاطر انت ديجا في السيمانتيك نتاعك في الكلمات اللي قلت عندك غلط. علاش نعملوا في منوال تنموي؟ قاعدين نعملوا في تخطيط ل نمو اقتصادي، قاعدين نعملوا في تخطيط، معناها دخلنا انت ديجا دخلت في تطبيق المنوال. دونك ماهوش العيب على الاداره، الاداره تخدم على روحها تقول لك اعطيني 20 35 نحب نعملك نطلع فوسفات ندخل فلوس كذا كذا. دخلنا في الموازنات، تبقى المنوال التنموي التفكير في المهم زلنا ما بدلنا حتى شيء، بزلنا نخدموا بنفس طريقه التعميد ستينيات سبعينيات ثمانينيات ميرتون ميلير كذا. حتى الجامعه نتاعنا مازالت تخمم هكاك، يفكروا هكاك ويقريوا في اولادنا هكاك. باش نعطيك حاجتين مهمين ياسر باش نوريك اللي باش نقولوا، تقوليش او تذوق حاجات تقالت من الستينيات. نعطيك زوز اكرمان وروستو 59 سنه من وقتها ديجا يقولوا، راهو يحكيوا على النمو، سياسه النمو او فلسفه النمو وعلى فلسفه العلوم الاقتصاديه. ديجا من وقتها قال لك راهو حاجتين مختلفين. وفلسفه العلوم الاقتصاديه تمشي في تعميم الفلسفه، معناها لي موديل وجينيراليز على كل شيء، اللي يطبق على امريكا لازم يطبق على فرنسا لازم يطبق على تونس، ما يخوش بحتى عين اعتبار ماكينه انت هكا قريتهم قرينا الكل هكاك. وحتى حد ما جاء قال لنا راهم هذوكم جوست لي تيوري الاليات، اما سيب مخك يخمم اوترومون ديما مسكر. فلسفه النمو حاجه اخرى ماهيش نفس المعايير، راهو النمو وزوز يقولوا نفس الشيء وانا موافق هذا شوريك هنريت عاقل ونتبع اللي كتبوا قبل معنا مش ديما واحد. يقول لك راهو النمو شنو هو الغايه نتاعو؟ هو الانسان المواطن، تحسين كل المؤشرات اللي تخلي حياه المواطن تتحسن أو عضو الكوميونتي عضو المجموعه تتحسن بخصوصيته. فما واحد يحب يتملك يستغنى، واحد يحب يخدم ويستغنى، واحد يحب يعيش، واحد يحب يبني دار، الاخر ما يحبش يبني دار، الاخر يحب يعمل فلاحه، واحد يحب يسافر، واحد يحب يقرا، واحد يحب يغني، واحد يحب يرسم. هذه مهم المؤشرات اللي احنا اليوم ماناش ناخذوا فيهم بعين الاعتبار جمله. وان التنميه ماهيش النمو الاقتصادي، لو ديفلوبمون سو ني با لا كروسونس ايكونوميك. احنا غلطتنا انه المؤشر نتاع النمو نتاع المجموعه المجتمعات المواطن نطبقوا عليه في مؤشرات نتاع العلوم الاقتصاديه. العلوم الاقتصاديه اليوم حاجتين مختلفين. ايوا باهي نرجعوش للتو الغاتي باهي تفهمناش. اذا كان احنا شنو نحبوا لتونس؟ احنا نحبوا اليوم نبدلوا الطريقه اللي باش تخلينا نمشيو للتنميه، دونك المواطن رفاهة المواطن تحسين المجتمع اللي يعيش فيه يحس روحه مرتاح، وفي نفس الوقت بلادنا تستغنى دونك النمو الاقتصادي. اليوم حاجتين مختلفين، النمو الاقتصادي هو لا كوميونيتي البلاد. اي قلتها باهي. احنا الدوله نتاعنا قعدت بالمنظومه القديمه تخمم اللي هي الكل، هي تعرف كل شيء، دونك لازم هي تستغنى وتوم بعد التوانسه يستغنى. هو العكس، على ذاك حتى حد ما خمم في اعاده المنظومه الاقتصاديه. كيفاش هي تستغنى؟ ايوه فسر لي كيفاش هي تستغنى. هاو نعملوا برنامج وكيما قال سي شكيب ما يطبقش، على خاطر بعد ما عندناش الصور ما قريناش حساب، اون با دو فيزيون جلوبال، ما عندناش رؤيه متكامله. وقال سي الازهر الوزارات الكل تتلم ونعطيه. يوم بعد هاو اش بهم توا مازال عام و75% ما تعملش، ومش اول مره راهو هما يعملوا اللي عليهم، حتى نرجعوا اللي قبلوا ما تعملش نعاودوا ندخلوه نعاودوا. اما قبل كانوا يعملوهم. وقتاش كانوا يعملوهم؟ متفقين، وقتاش كانوا يعملوهم؟ في الستينيات 4 ملايين توانس دو باز زيرو وكل شيء اون كروسونس. حتى في 2000 ميم لي زاني 2000 كانوا يعملوا البلان. تسعة ملايين توانسة تو دو كروسونس وتونس الكوميرس والايكونومي مونديال الكل تجبد نغموا الفلوس دازة دولة في عود الفلوس هذوكم. قرينا حساب المنوال من وقتها بدينا نخموا والونيفرسيتي نتاعنا تخرج على القواعد باش تعطينا. لا اون اكوميلي لا ريشيس وصرفنا فلوس. صرفنا فاش؟ في رفاهة الإدارة، في رفاهة كي نقول الإدارة راه مش نحكي على الموظفين، نحكي على على كونسنتراسيون كل شيء بين يدين منظومة واحدة. هذيك الغلطة نتاعنا. دونك مشكلتي اليوم انه نجموا نعملوا كل التخطيطات اللي نحبوا وتكونوا متفائلين برشا على الاوراق. على الاوراق اذا كان ما بدلناش جمله لابروش اللي نبدلوا شكون المنتفع. مش لازم الدوله تستغنى باش المواطن يستغنى، لا لازم المواطن يستغنى وفي جرته هو الدوله تستغنى. اش معناه؟ معناه اذا كان الدوله شنو سنديك، احسبوا روحنا كلنا في عماره عندنا سنديك، مش السنديك يستغنى باش الملاك يستغنى، هما لاباس عليهم في ديارهم يعطيو بايهم للسنديك، السنديك يزيد يحس العكس،
دونك هذه المقاربه تتبدل، وهذا راه مش احنا برك في تونس، خلينا نقول فرنسا توا اليوم واحله في تقريبا نفس المنظومه. امريكا سي ديفيرون، مشكلتها سي ليبر كونسنتراسيون، موضوع اخر. اوروبا هكاك. اثنين المؤشرات اللي نستعملوا فيهم موضوع اخر، حكايه البي بي اكسترا، برشا ناس قاعد تنقل، برشا ناس قاعد خمسة ومثال، ممكن برشا ناس ما يفهموش، باش نمشي جوست ان بو بلو تكنيك. في النقطة هذه جوست كلمتين، خاطر نحب لها ديبا كام، معناها ديبا تكنيك شوي. شو حتى البي بي في مشكلة؟ البي بي هذه اللي هي المعيار اللي نطبقوا عليه كل شيء. وقتاش بدا؟ بدا بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا في ليزاني 45. البي بي اللي هو لو برودوي هو الناتج الوطني الخام، الداخلي الخام. شنو كان تعمل؟ تعمل في بيريود داخلي خامه، هو واش تعمل اللي كل شيء توريت بي بي كل شيء تبني عليها. تو لي راسيو نتاع الدوله، لونديتمون، الكوميرس اكستيريور، كل شيء هذاك هذاك هو الكل. به ما عنديش مشكله مع هذا، تبقى اليوم ما عادش يمثل حقيقه الثروه نتاع كل بلاد. علاش؟ خاطر كي تعمل، شو تعمل له؟ تعمل بعد في بيريود نسميها بوست اندستريال، خروج من الحرب العالميه الثانيه. شكون خرج؟ جانا من امريكا، البلدان اللي هما بنات النمو الاقتصادي نتاعها على البوست حرب في اوروبا، كما ما فرنسا عملت والمانيا وبلجيكا قبلها على افريقيا. به 90% من المكونات نتاعو هو شنو البي بي؟ نجملوا نلموا شنو نخلقوا، تولي انت تعمل من الكهرباء، الاخر يعمل طياره، الاخر يعمل فلاحه، الاخر يعمل بطاطا، يتلموا الكل في مستوى الدوله. هذا ما يمثل من اجريغاسيون، يعطينا ان انديكاتور دو الثروه اللي تتخلق. بعد ذلك 90% كان اندستري، كراهب وطيارات وطنقوات وفلاحة وبترول في أمريكا سيدنا. بالسياسة بالسياسة دونك كان بالحق يوري حقيقة البلاد هذيك اش تخلق، اش تخلق ثروة. كما انت تو مثلا في حانوت نتاعك ولا في شريكتك ولا حتى في شنو الثروة نتاعك؟ الروسيت نتاعك، شي دافير، شي دخل نتاعك، اش تصرف منه؟ البنكة تكاليك على كالاربع صور اللي انت تخلق. احنا كالبي بي هذاك سورتو في البلدان هذوك تبدل. كيفاش تو 70% منه سي دي سيرفيس. فما دي سيرفيس اللي هما برودكتيف ولا فعلا، يعطيك الصحة عليك نور، فما دي سيرفيس برودكتيف، الانفورماتيك، التكنولوجيا، اللي هي الرابط ما بين خلقان السيرفيس هذاك وخلقان ثروة ظاهر. نقص في ليكو، خاطر جو برودوي بلو رابيدمون، خلقت اون انتيليجونس، عملت انترنت، خلق. وفما لي سيرفيس نو مارشون اللي هما ولاو برشا. انا اعطيك مثال، الحبس يتحسب في البي بي. كل ما هو يدار لدارة مش لدارة برك، لا لا مش الطبيب تمشي انت تعمل ساعة كونسلتاسيون عند المحامي، تتحسب تبيع في الوقت. سوني بلو مش طبيب تاع عند المحامي، لا انت قلت الطبيب تاع كونسلتاسيون عند المحامي. كان تمشي تعمل عملية هذيك تحسب بس اون كرياسيون، واستعملت سالة وكذا، مي كان تمشي له كونسلتاسيون تبيع. اي داكور، فكترت الوقت. دونك هذيك تدخل بي بي ما عادش ما عندهاش تدخل، مي قال لك سي با دو كرياسيون دو ريشيس دو تو، سي اون كرياسيون دو كونسلتاسيون. النسبة كبيرة هذه قاعدة تمشي وتكبر، الكونسي، الكونسلتينغ، كل حكاية الفلوس، الفلوس ولات تخلق روحها بروحها. دونك ولا 60 70% نحيو الطبع، ما قلتلكش نحيو. لا لا يحكي على البي بي هو، على الاحتساب، معناها ما عادش تحسبوا في هذاك، عملوا ماجريجا واحد على التسمية يحكي على التسمية. باهي وقت اللي تقلب هذا الكل، سي نورمال بلاد كيما امريكا اللي الاندستري نتاعها تراجعت، باقي غنية برشا خاطر تبيع لنا في الباقي الكل. نجم بلاد كيما الهند تكون 40، اذا كان عاودوا نحتسبوا تطلع اوروبا تطيح الكل. المشكله وين؟ كيف يطيح؟ تو لي راسيو دو ديتمون، كل شيء باش يتعاود يتبدل، باش تظهر الموني نتاعهم تطيح. شو نقول؟ تونس في الحاله هذه ممكن من جمله الحاجات هذوما جوري، والناس كل يتساءلوا على الموضوع هذا، راه مش انا طلعت به. كنت نتمنى مثلا انه لونيفرسيتي او لي شيرشور نتاعنا، هذه من الحاجات اللي نجموا نخدموا عليهم، المؤشرات الحقيقيه نتاع الثروة التونسية أو خلقان الثروة. هذوما جاي يسهلوا عليه. دونك نسكر القوس، نسكر القوس خاطر هذا موضوع كامل لازم تتناله والمؤثرات نتاعو. تبقى هذا الكل باش نقول عليه. ممكن احنا كان نحبوا نخموا تو فرصة لينا لتونس أنه نعاودوا قبل ما ندخلوا في الموديل التنموي أو شنو باش نعملوا، هذاك ما عنديش مشكلة فيه. نعرف واش نحبوا ونعاودوا نخموا في أصل لابروش ايكونوميك نتاعنا كيفاه. وريت كي تبدلها تولي مشكلة الفلوس والتنمية والتمويلات كل شيء تولي موضوع ثانوي، تلقى له. علاش؟ على خاطر يولي كالي على الديفلوبمون مش على الكروسانس ايكونوميك. تو نرجعوا نحطوا سقينا القاعدة. سامحوني صعبت شوية. لا لا المرة هذه، المرة هذه صعبت شوية. نرجعوا نحطوا سقينا القاعدة هو باش المواطن يفهمنا أكثر، خاطر بون ما قلناش ما يفهمناش، أما نحبوا توا نشوفوا
اي اعطيني توا 25 شنو باش تعمل؟ ما سالش عملت كان عملت كان 25% نرد على بعض التساؤلات ولا بعض سؤال تاع سي فيما يخص دونك وزاره الاقتصاد والتخطيط شنو الدور نتاعي؟ وزاره الاقتصاد والتخطيط هي الوزاره المكلفه بوضع السياسات العموميه بوضع المخططات التنمويه، هذا في مجال التنموي، دونك عندها هي مكلفه بالتنسيق بين مختلف الوزارات لوضع السياسه التنمويه، وضع المخططات التنمويه، متابعه المخططات التنمويه، وضع الرؤى الاستراتيجيه للدوله. عندك المهام الثانية متاعها اللي هي دفع نسق الاستثمار، ليس مباشرة دفع الاستثمار، بالنسبة لدفع الاستثمار الخاص خاصة بوضع القوانين ووضع القوانين اللي هي من شأنها أن تدفع الاستثمار الخاص على ضوء مثلا قانون الاستثمار، على ضوء تحسين كيفية تحسين من أخلاق الاستثمار مش قادرين ندفعوا فيه؟ احنا نحكي لك من ناحية مش قادرين نطلعوا فيه من ناحية الوحدة، هذيك فهم تقييمات. لا هو سؤاله لا في بلاستو ايه؟ قال لك الوزارة الاقتصاد شو دورها تو؟ هذا وزارة الاقتصاد عندك المجال التنموي، دونك عندنا المجال التنموي، عندنا المجال في دفع الاستثمار، وعندنا المجال الثالث اللي هو التعاون الدولي في مختلف المجالات، سواء التعاون الدولي الفني أو التعاون الدولي المالي. دونك وزارة الاقتصاد فهم شكون حتى يعتبرها يقول لك تنجم تكون من وزارة السيادة اللي عندها دور هام ومهم في دفع التنمية بالنسبة لل التسمية بتاع سي عدنان تخص عليك شو سامحني في الواحد كيفاش تحب قال لك انا علاش اقتصاد ومالية المقترح نتاعي قبل انه يتلموا جران بول ما حشتش ب 50 وزارة تاي وكان جد الدنيا راهو وزارة الاقتصاد لا وزارة التنمية الاقتصاد التخطيط والبيجي البيجي يجي من بعد باش تنجم تلم تولي ما فماش وزارة المالية الكل تولي إدارة عامة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط هو راهو في الاتجاه تاع سؤال تاع سي حتى هو اللي نحكيه حاجة هو راهو في وقت من الأوقات العنوان الثاني تاع ميزانية الدولة اللي هو مخصص للثمرات كان يتبع وزارة التخطيط واضح خليت كيفاش كانت وزارة المالية عندها العنوان الأول فقط والعنوان الثاني كان من مشمولات وزارة يعني المالية يعني من مشمولات وزارة الاقتصاد وزارة التخطيط انذاك وكانت وقت الوزارة تخطط وتعمل المشاريع وقتها هي مكلفة بالتنفيذ ايه سمير نرجع كلام سي حطاب على ما لمهمش بعضهم والله هذيك خيارات يمكن أنا النجم باش تفضل سي حطاب فما العفو بارك الله فيك انا مره في اطار ثينك تانك في اطار لجنه التفكير حاولنا نعملوا صياغه نتاع بول دانفيستيسمون في تونس قلت انفستيسمون تاع استثمار اي يخدم كان الاستثمار خاطر علاش؟ اول حاجه لاحظنا ان المستثمر بصفه عامه تونسي ولا اجنبي فما حتى فرق راهو الاستثمار هو الاستثمار كي يجي لازم يتفاهم مع عباد يلقى فيزافي ويلقى واحد برك لا احنا هوني بشقه 70 ويلقى ما يلقاش وزاره الدعم للاستثمار خاطر الاستثمار ماهوش افير ادمنستراتيف عمره ما كان الاستثمار مساله اداريه إذا كان نحطوا الاستثمار تحت جناح إدارة انتهى الاستثمار مش نبداو واضحين معناها اللي سميته لي توا مهام الوزارة هما عناوين عامة يستعملوهم في الإدارة لتوصيف تشغيل مجموعة من الناس حول إطار معين فقط لكن الواقع الاقتصادي والمفاهيم اللي حكينا فيها خاطر قبيلة أستاذي قال حاجة سهلة انه احنا الاوبجيكتيف نتاعنا شنو في الاخر بالكل موت. هو اي الاوبجيكتيف دو بلان امبلوا اي لا لا اي بون هذاك بون البلان امبلوا هو اللي يخلق الـ الـ الرفاهيه معناتها اون لوكورونس اللي نسميها احنا معناتها الكاليتي دو في ولا البيانات السوسيال البلان امبلوا كيفاش نوصلوا له بطريقه سامبل برشا نوصلوا له عن طريق سينرجي تناغم بين دو سفير زوز منظومات المنظومه الاولى هي انفستمنت سيفينغز يعني المنظومه الاستثمار والتمويل والمنظومه الثانيه هي منظومه الاستهلاك والانتاج والمنظومه الثالثه هي منظومه سوق الشغل وقت اللي نلقاو ان اكيليبر سيمولتاني ينجم يكون ستابل معناها مستقر او ثابت ونجم يكون غير ثابت نلقاو ان اكيليبر ستابل بين الثلاثه منظومات هذوما نلقاو رواحنا في الاخر بالكل في موضوع قريب للبلان امبلوا إذا كان نخرجوا على المنطق هذا وهذا الكل مبوبه في إطار قوانين أو في إطار إجراءات أو في إطار بيروات أو في إطار مكاتب أو في إطار ملفات سي خرجنا من منطق تكوين الثروة لصالح المجتمع ودخلنا في منطق تكوين الثروة لصالح الإدارة لي سيرفيس نون مارشان اليوم هما اللي ريبريزونت 17% من البي بي في تونس وتقريبا هما معناتها عندنا 17% من الناتج المحلي الاجمالي اللي لا طائل
من وجودي عب عب على فوالا يساكوريسبون 17% هذوكم تاع الاداره كان تزيد عليهم تو لي سيرفيس نون مارشون في السيكتور بريفي تطلع اكثر من 17 بيان سور اكيد يزيد الطب ولا كونسلتاسيون يزيد لافوكاتي يزيد لي كونسلتينغ ولي كابيني هذوكم منهم انت هاني ساكت كان يزيدهم هذوكم الكل كان يزيدهم هذوكم سا فو با دير كي سون با يوتيل راهو مش معناها ما عندهمش بلاصه في المجتمع اما ما يتحسبوش في خلقان الثروه الديريكت نتاع المجتمع تطلع اكثر من 17 كلامك صحيح هو اقعدوا بلاش كونسلتون بلاش توب لا ما قالش قال التسميه تاع بي بي اللي احنا مركزين عليها لازم تتقسم تولي تو سكي برودكتيف وحده واللي عنده فالور اجوتي وحده كونسلتينغ والطب بريفي هو شو لا 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 انا رجل ابسطي كلمه ابسطي كلمه هو اي هو البي بي عليه ابسطي كلمه ردها عليه هو بي بي سون اجريغاسيون هو التجميع اكزاكتومون نتاع دي فالور اجوتي اي تجميع غلط واحد في القسم يقرا نعطيه موان سكو احنا غالطين في التقييم هذا مؤكد ما فيش نقاش اليوم سي لوجيك نتاع الموان جوزناه نوت نوت معناتها احنا ديما نقولوا نحاولوا نقربوها خاطر اخيب انديكاتور زاد هو الموين ثم لي انديكاتور يكونوا احسن من لي موين واضح بالنسبه للتخطيط التخطيط راه ماهوش عمليه فنيه كيفاش راه التخطيط عمره ما كان عمليه فنيه على خاطر كي نحطوا كي ردوه التخطيط عمليه فنيه ردوه كما قال الاستاذ ردوه قلب مول فالابل في كل وقت وخارج الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والتوجهات السياسية وغيره 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 وهذا شفناه في تجربة وزارة الاقتصاد عندها 3 سنين تقريبا مع موضوع الإصلاحات عملوا معناتها واحدة لما كبيرة قدموا مجموعة من الإصلاحات لقيناهم الإصلاحات يطلبوا من الفمي تو سامبلومون خلي يجيبك من السي سمير سمير كنت مش موافق وقلت لا انا خلينا اولا على التخطيط ونرجع قبل على عملها وزارة الاستثمار ما كانت مكلفة بدعم الاستثمار فما هياكل موجودة تابعة للدولة وتابعة للإدارة اللي هي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وكالة النهوض بالصناعية بالصناعة عندنا لابي لابيا تيار أي الوزارة أنت قلت الإدارة الإدارة ما هيش مكلفة وزارة الاقتصاد في مجال الاستثمار هي وضع القوانين سن القوانين وبطبيعة الحال وضع الإجراءات التي من شأنها أن تدفع الاستثمار أما المستثمر وقت باش يجي ما يجيش لوزارة الاقتصاد والتخطيط المستثمر حسب نوعية المشروع نتاعه باش يمشي لابي ولا لابيا ولا يمشي لونا ولا يمشي لتيا دونك أنت هذه النقطة السعلية باش نحب التوضيح نتاعك شنو الفرق بين لابيا وتيا علاش يقعد يدور هو من لابي من لابي لا لا ديجا لابي شنو الفرق بين مشروع فلاحي ولا مشروع سياحي لا 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 نجمش نعرف مشروع فلاحي عند لابيا مشروع صناعي علاش علاش نفرقوا بين المشاريع تو كي تقول لي مشروع فلاحي عند لابيا متفق معك هاي. اوكي هاي. مشروع صناعي هاي. عند لابي والا يا سيدي هاي سيدي نفترض واحد عنده فكره اخرى لا في الصناعه لا في الفلاح باش يمشي في مثلا في النقل يمشي جهه اخرى معناتها لهنا واذا كان يقدم عندنا كل يقعد معلق وما يلقاش لا يمشي لا لا هي الوزاره ما عندوش مكلفه الصناعه والتجديد اذا ما قالوش وين يكازيوه وحل مشى على روحه مثلا الستارت اب شركات الناشئ عملوا لهم قانون فتعبوا الشركات الناشئه المهن الحر عملوا لهم قانون تعبوا انا حبيت نقول حتى اليوم كنشوفوا مثلا الفلسفه اللي يتحدث عليها رئيس الدوله عديد المرات يقول لك راهو بصفه عامه الاصل في الاشياء هو انك تخلي على مستوى قاعدي ثم فكرة عامة تتبلور والفكرة العامة هذيك ثم إحاطة من الدولة أما مش الدولة هي اللي بتخلق أفكار الناس أو تخلق لهم احتياجاتهم أو تخلق لهم معناها أو تحدد المصير ولكن سي حتاب زادة الدولة زادة ما هيش زادة بشتكون حاجز وقتين عندي فكرة ونمشي للدولة تجب الدولة توقفني تقول لي ليه هذه ما عنديش هذه ما فماش إذا كذا مفهمة زادة نوبستاكل ما عند الدولة بيدها بالضبط في أغلب الحالات خلي كمل دونك هذه بالنسبة للاستثمار دونك في الاستثمار كل هيك الموجود عنده مجال تدخل عنده كذا بالنسبة للتخطيط عمره ما كان قالب وما قلتش قالب التخطيط هو عمل بصفة ديما متواصل بين الأطراف الكل متحرك متجدد وهذاك علاش انت في المخططات الكل كل احنا في كل المخططات السابقه والا في المخطط القادم فهناك سنويا يتم اعداد التقرير السنوي حول التنميه وبعد في نصف المخطط نعمل تقييم نصف مرحلة للمخطط النصف المرحلي والتخطيط السنوي على ضوء ذاك يتم تقييم الإنجازات نشوف شنو ما الإشكاليات شنو ما الإخلالات وبعد نطور أنفسنا ونعمل التحليل
حتى الأهداف اللي نحطوها نجم أن يحطيت في هذا 2025 هدف معين بالنسبة لنسبة النمو وكذا، لكن وقت نجي نشوف إنجازات 23-24 نلقى روحي مش باش نخلط. دونك وقت باش نحضروا ميزانية 25 والميزان الاقتصادي لسنة 25 باش يتم في إطار وهو تحيين الأهداف الكمية للمخط. دونك هو عملية متحركة بصفة دائمة، ما هوش عمره ما كان قالب ولا عمره ما كان التخطيط جابت. دونك فم ديما فم حركيه وفم وحتى بالنسبه للرؤيه، الرؤيه عملنا رؤيه 35 لكن في اطار المخطط وفي اطار تقييم المخطط باش يتم تحيينها على ضوء الانجازات، ناخذ ديما الانجازات اللي توقع وعلى ضوء هي نحيينوا الاهداف نتاعنا. تو جبت الفكري سؤال، الدواوين اللي موجوده قد عندنا من ديوان؟ عندنا ثلاث دواوين مع المندوبيه العامه للتنميه الجوية، عندنا التنميه الجويه عندنا ديوان تنميه الشمال الغربي اللي يغطي ولايات الكاف الباجه سليانه وجندوب، وعندنا ديوان تنميه الوسط الغربي اللي يغطي ولايات القيروان القصرين وسيدي بوزيد، ديوان تنميه الجنوب يغطي ست ولايات الجنوب اللي هم قابس مدنين تطاوين قبلي طوزر وقفص، ثم عندنا المندوبيه العامه للتنميه الجهويه اللي موجود السياج نتاعها في تونس واللي تغطي 11 ولايه اللي هم 11 ولايه الموجودين على الشريط الساحلي من منزرت الى صفاقس. معك شنو المهمه نتاعها؟ المهمه نتاعهم عندهم زوز مهام اساسي. المهمه الاولى هي مساعده المجالس الجهويه والسلطات الجهويه في اعداد المخططات الجهويه. دونك على مستوى المهمه الاولى علاش احنا عندنا المخططات، عندنا مخططات وطني، عندنا مخططات قطاعيه لكن فراه فم مخططات جهويه. انا انت قلت لي توا 23 25 عملنا استشاره للوزارات الكل وللجهات الكل والجهات الكل، وبعد عندك زاد الدواوين اللي قاعده تخدم على مستوى الجهوي اللي مش مربوطين مع المخطط الكبير. لا لا مخطط لا مربوط وكل مربوط ببعض. به علاش انت بالاضافه للدواوين في كل ولايه الوزاره عندها ممثل اللي هو المدير الجهوي للتنميه. احنا وقت نعدوا المخططات فم زوز مسارات متوازيه تمشي مع بعض. فم الرؤيه اللي تعملها الدوله، فم مخططات يتم اعدادها على مستوى جهوي تحت اشراف المجالس الجهويه، وفم مخططات يتم اعدادها على مستوى قطاعي من طرف الوزارات. في المراحل الكل متشابهه، التشخيص، وضع الاستراتيجيات، التوجهات، ثم المشاريع. ثم في مرحله اخيره فم دور تقوم به وزاره الاقتصاد والتخطيط اللي هو ما يسمى بمرحله المقاربه. احنا عندنا مخططات جهوية، مخططات قطاعية، نجيبوا الولايات ونجيبوا الوزارات ونشوفوا المخططات شنو هما نقاط التلاقي ما بين زوج مخططات الجهوية والقطاعية. نجيبوا بكلمة واحدة. أيوه. رئيس الجمهورية قال داوينا ذوما ما نجحوش. ما هكا ولا؟ أنت حكيتي نص ساعة. هاوش يعملوا كذا. حكيتي بصفة على جاء رئيس الجمهورية تكلم في خطاب قال لك يا خويا هداوين الكل ما عملوا شيء. ما عملوش على مستوى الانجازات. وانت تو عطيتني الخصال نتاع الدواوين قريب باش تردها. لا انت حكيت لك هنا ما حكيتلكش بالاساس على الدواوين، حكيت لك على العمل التنموي سواء تقوم به الادارات الجهويه للتنميه، دواوين التنميه ووزاره التنميه ومختلف الوحدات على مستوى مقارنه. شنو النجاح نتاعو؟ هو ان الدواوين ماهيش مكلفه بانجاز مباشره لمشاريع تنمويه باش يمكنها باش نجموا نشوفوا انا ما عندهاش يعني ما عندهاش امباكت ديريكت على الديفلوبمون. دونك خليناهم وزاد خلقنا واحد اخر. خلقنا الديوان الجديد اللي هو باش يكون عنده مهام ولا على ضوء ما تم القيام به من ديوان تنميه الجي معتوب باش يتم تم خلق الديوان الجديد اللي هو ديوان تنميه الصحراء الجنوب والصحراء اللي هو باش يكلف بانجاز مشاريع وقتها باش يكون عنده دور تنموي اكثر من دور مش كيما الدواوين الاخرى مش كيما مهمه اخرى. ما هو لا ماهيش نفس المهمه اللي عند الدواوين الواحده. دونك عنده مهمه واحده وباش الدواوين هذا باش يغطي زوز اقاليم، الاقليم الرابع والاقليم الخامس، مجالات التدخل نتاعو باش تكون في زوز اقاليم الرابع والخامس، وباش يكون على ضوء الموارد المتوفره في الجنوب باش يقوم بانجاز مشاريع في مجالات الفلاحه، في مجالات الصناعه، الطاقه المتجدده، الادويه، دونك باش يتم استغلال الموارد المحليه المتاحه بالجهه هذيك باش يقوم بانجاز مشاريع مباشره على ضوء ما تم انجازه من طرف ديوان تنميه رجيم معتوب اللي هو تم احداث منطقه رجيم معتوب، وكذلك تو عندنا المنطقه نتاع المحدث اللي هي بصدد الانجاز عن طريق ديوان تنميه رجيم معتوب. دونك هذا عنده باش يكون عنده عمل تنموي مباشر انجازات فعليه على الواحد، ماهوش على الدواوين الاخرى كانت تنجم. اي الدواوين الاخرى باش نخليوه ولا باش نبدلوه؟ هذيك في اطار واحده، دونك في اطار فم رؤيه باش يتم المراجعه نتاعهم باش نشوفوا الضروره نتاعهم. دونك فم على مستوى الوزاره بطبيعه الحال على مستوى مع التنسيق مع بقيه الوزارات ورئاسه الحكومه ممكن علاش عندنا احنا الاقليه قبل الدواوين كانت متواكب التقسيم الاقليمي السابق، تو التقسيم الاقليمي تبدل. وهذا عندنا أربعة خمس أقاليم، دونك باش نشوفوا دونك هناك إعادة هيكلة ولا ساعدني. أنا عندك الحق
سي سمير ديوان تنميه الشمال الغربي في الشمال ولا في العاصمه؟ لا في الشمال، في موجود السياج نتاعو في سليان، في سليان ولا الوسط الغربي في القصرين، والجنوب موجود في مدنين. تفضلك عندك ما تضيف ولا كان شي متعدل شي لا جست عندي ما نضيف حاجه بسيطه. حسب ما فهمت انا انه الخارطه نتاع التنميه يعني موزعه على دواوين وعلى مستوى مركزي وعلى مستوى وكالات، هذا شي فهمت. انا متاكد اللي لو كان ناخذوا المهام بعد الحلول خلي بعد اي لا لا مش الحل خلي بعد لا المهام نتاعهم والنصوص اللي تنظمها وراي موجوده من الثمانينات وحتى من السبعينات ومن الستينات، هذا متاكد منه. معناها ثم شيء اليوم موجود نصوص من الستينات تنظم التنمية عام 2024، هذا وعندها رؤية 35 وهي انطلقت من الستينات. التنمية كيف في الفلسفة العامة اللي موجودة اليوم في تونس، راهو ما نجموش نحكيو على التنمية، نحكيو على استثمار أصح برشا من التنمية. حتى في العلوم الاقتصادية الحديثة والراهنة مسألة التنمية والنمو والزاغريغا اللي ترجموا هذاك الكل وقعت بشكل أو بآخر تجاوزهم في التجارب اللي يقع الاعتماد فيها على التنمية انطلاقا من حاجة الناس وانطلاقا من تصورات يعني إقليمية كما توقعد يصير في تونس. ما ثماش موقع لوكالات مركزية وما ثماش موقع للدواوين مركزية، معناها هنا بالتالي فما نوع من التضارب. ثم نقطة أخرى، وقت اللي تترسم سياسات مركزية في جهة اللي هي تكون بصفة عامة سياسات نابعة من تجميع ما نطلعوا من الإدارة لإدارة لموا دي بزوان، مش بضرورة يكون ثم تنسيق ولا في دروت بصفة عامة. الإدارة ما عندهاش خارطة طريق، راهو الإدارة هي طبق الإدارة تتخدم توجهاتها وكيفاش ترى الأمور هذيك، ومن بعد ثم المقاربة اللي هو تسمى الأربيتراج فوالا، هذيك المقاربة هو الأصح أنه نستعملوا مفاضلة أو ترجيح. إيه؟ لأن المقاربة كانك باش تقرب لكم مش بضرورة باش تقرب، نجم تلغي معناها حتى فما لي زوبجيكتيف يتلغاو معناها لهنا. بالتالي اليوم حسب ما نفهم أنا ثم تضارب ما بين المهام اللي مناطة بعهدة الهياكل اللي موجودة بشكل أو بآخر في موضوع التنمية جهوي ولا محلي ولا وطني، وما بين الرؤية اللي يلزمها تتطرح اليوم بناء على الفلسفة الجديدة اللي قاعدة تقع في البلاد على مستوى المجلس الجهوي الأقاليم والمحليات. أيوة. على مستوى تقسيم الحاجيات متاع الناس انطلاقا من واقعهم المعيشي اللي هما يعرفوا بالضرورة الحاجيات متاعهم. أيوة. انطلاقا من مشاكلهم في التمويل، اليوم ما عندناش بنك جهات في تونس، ما عندناش بنك في صفاقس، ما عندناش بنك في سوسة. لا القانون موجود تاع بنك الجهاد، القانون موجود فما فصل في قانون المالية وقف غاديك. احنا ولينا بلاد نخرقوا حاجات بالقانون ويقعدوا غاديك في القانون. بالضبط. قداش عندنا تو 4 سنين بنك الجهاد؟ لا اكثر لا في القانون. في القانون اي في القانون الواد فينونس خرجت ارتيكل لك خي في الواد فينونس. بالكشي بالكشي البنك البريدي تو بالكشي لا ما حبوا يبدلوا البي اف بي ام مش يردوه هما البي اف بي ام حبوا يردوه بنك جهاد. ميك سيتي اون اوبيراسيون دو ريسيكلاج معناتها باش نبداو واضحين، معناتها هي كانت عمليه نتاع ريسيكلاج. البي اف بي ام تو ذولي بيركر كل حال البي اف بي ام تو مبدئيا باش نزيد نعملوا تو بنك اخرى بال لا مي كانت باش تكون رؤيه اخرى مش نفس الفلسفه مش نفس الواحد فيزيون اخرى موجوده في فرنسا. في فرنسا البنوك الكلها تقريبا بنوك جهوي تقريبا، ابدا من الكريدي يونيون حتى من اساميهم تفهمهم ولو بنوك عالميه بنوك يونيفرسال. لا السوكجين والكريدي يونيون فاهمك عنده سويس نعرف. اما انا فاهمك مي على باز ايه؟ الفكره كانت هكاك معناها، وما ثماش علاش باش تجي الانسان على خاطر باش يعمل مؤسسه ماليه في جهه ما ينجمش معناها ما فما حتى مانع معناها. اي سي شكيب حكيت باش تعلق على الدواوين ولا عندك حاجه اخرى؟ فيس الاولى اسكو يلزمنا وزاره التنميه تعقلك يا بسيش اسكو يلزمنا بيسوق يلزمنا وزاره التنميه علاش؟ خاطر لازم يكون عندنا وين ماشيين الهدف وين ماشيين يتحط حتى في شركه الكونترول جيستيون. نعم قد اذا كان مربوطه بحاجات اخرى اللي هي تقولك الماليه والتخطيط بين عليها ولاخر مش هي اللي باش تصنع الفوسفات. لا ما فهمتنيش وزاره التنميه لازم داخله في اطار كامل اللي وقت هي باش تعمل اون فيزيون تاع التنميه يزم معاها يتبعوها الماليه والتخطيط عندها ولمتهم الكل اما مش غلطتها كان وزاره الصناعه تجي تقول لها احنا باش نعملوا 5 مليون طرنات سنه وباش نعملوا 12 في 2025. الاقتصاد الاخضر تبع شكون؟ نعم الاقتصاد الاخضر تبع شكون؟ الاقتصاد الاخضر تبع شكون؟ الصناعة ولا التنمية؟
لا وزارة البيئة أمر أخضر وزارة البيئة خاطر استراتيجية ما هو شنو حكيت استراتيجية مادام مخطط عندها هي تتبع على مستوى البلاد الاقتصاد الأخضر استراتيجية أعطتها الحكومة لوزارة البيئة دونك هي اللي تتبع استراتيجية متاعها دونك تبع البيئة أي والطاقات المتجددة الطاقات المتجددة وزارة الصناعة وال دونك هاكم مش تبعها لا هي مثلاً مش هي مش هي اللي باش تحط الأهداف هي كي باش يجيو يتلموا مع بعضهم كل واحد شنو عملت ستغا ساعة فما الحكومة باش تقول وين نحب نمشي فوكسون وين هذيك الرؤية نتاع 2035 اللي الناس الكل متفاهمة بعد كيفاش باش نخلط لها تلمهم الكل كل واحد باش تقول شنو نجم نعمل باش نخلط لهذاك كل واحد عطاو جاو لموهم قبل ما نخلطوا كان 2.3% هذا باش نقعدوا فيه الله غالب هذاك هو هي ماهيش باش تردوا خمسة ولا ستة وزارة التنمية ما تنجمش تردوا خمسة ولا ستة كل وزارة مسؤول على النطاق نتاعها ها متنا الدواوين حكايه الدواوين واللي جان واحد كل رانا الشوا بين حاجتين يا باش نقولوا وزاره التنميه خاطرهم قويين ياسر واينشتاين وات يسكروا البيرو على رواحهم ومن بعد ثلاثة شهور يخرجوا لي مخطط ويعطيهم خاطرهم قويين ياسر كما قال بكري سعدان على سي سمير لا 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 نعرف اللي مش حتى لا مش جوستمون ديغلي هذاك مش ممكن وما عادش متمسك بيه مش ممكن بقولوش معناتها ما تنجمش يكون حد يسكر روحه في البيرو ويحط بحذاه قهوه وبك ودخان ويخرج لي بالمخطط بغلاسي حتى واحد يدعيها يلزم تشاركي تشاركي معناتها فما لجان قطاعيه هذاك قلت لك انا حضرت عليه تشاركي اليوم بعد 2010 اون بو بلو فير لامباس سور هذيك حاجه لازمه تبقى كما قال هو سي مراد كيما قال الناس اللي تلزم كي نعمل هكا هو ما يراوش على شكون انا كيما قال سي مراد كي باش نعملوا الليجان هذوما كي باش نعملوا الليجان هذوما واحد الكل راه باش نقعدوا 100 سنه واحد الكل هذيك وين نجموا نتحسنوا اش معناتها نقعدوا بالليجان الجويه ونقعدوا بالليجان القطاعيه القطاعيه والجويه بالخاص تو الحاجه مسهله خاطر علاش ولو عندنا لي ديستريكت الأقاليم عندنا خمسة أقاليم دونك لا ريفليكسيون تنجم أما شنو ما نقعدوش 10 سنين باش نعملوا كيما هذيك الاستراتيجية الوطنية لتحسين المناخ الأعمال الناس الكل طالبينها ولا قعدنا عام ونص باش نحضروها تقدمت جان في عام ناور فما 180 185 إجراء قداش من واحدة وصلنا اليوم هاتوا جيبنا سي سمير قد وصلنا فوالا باش يجاوبنا سي سمير قد وصلنا يفوتوا أسبوع يد سي سمير لا مش أسبوع يد سواب عيد سواب عيد لي دوا دون ما يفوتوا لي دوا دون ما هو اللي كان يتعدى شو اسمه قانون الصرف ديجا عندك 30 اجراء الموجود خلوني نفسر هالحكايه نتاع 2% واحد الكل راهو هذيك الاستراتيجيه الوطنيه نتاع تحسن لتحسين مناخ الاعمال لتحسين مناخ الاعمال شنو الاوبجيكتيف نتاعها هو اللي في المخطط محطوطه اللي الاستثمارات في البلاد 60% باش يجيو من القطاع الخاص و40% فقط من القطاع العام ريزولتا لعنا لا قطاع عام لا قطاع خاص قطاع عام قاعد يطيح قاعد يطيح لا سي جي روفيان لا سي جي روفيان هذاك حاجات اللي نجم نحسن خرج قانون نتاع مرسوم 22 بور لاكسيليراسيون انت في بالك تبعناه هوني كيفاش لي كوميسيون تحطوا باش مي القانون خرج مي اسكو عملنا هذا الكل مالوغوزمون سي با لو كا نعطي اكزومبل نتاع المانيا باش تقول لي المانيا لا 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 ألمانيا وقت اللي صارت الحرب نتاع أوكران واحد الكل ما عادش نجم نجيب من روسيا قالت يلزمني نعمل بورت جديد باش نجيب الغاز من أمريكا ونستورد الغاز من أمريكا ما عادش نستعمل الأنبوب اللي تعدى من أوكران وجاي من روسيا بين المجلس الوزاري اللي خذاه القرار هذا والبورت بدا يخدم قلناها ديجا في ليميسيون هذايا 6 شهور 200 نهار اونتر لا بريز دو ديسيزيون واللي بدا البورت يخدم على روحه 200 نهار علي ما عندهمش إدارة غادي نعم ما عندهمش إدارة غادي عندهم إدارة وإدارة رزينة في ألمانيا رزينة ونهار كامل يتشكاو على وزن إدارة جاوبهم وزير الاقتصاد قال لهم سي فري كو إدارتنا زعما قال خاطر هو حب في 100 نهار معناها 200 برشا هوني في تونس نجموا نعملوا كيف كيف في 200 نهار مي إذا كان باش نقعدوا الإدارة مثلا أنا نعطيك نحكيو احنا على العجلة واحد الكل في مارس شو العجلة اش معناها الاكسيليراسيون والارجانس ولت عمناول مش عمناول ولت عمناول العجلة تسريع وزارة الاقتصاد قالت عنا 22 إجراء
سريع أجير. يلزمنا نعملوه توا لي 42 مزور اورجانت. لي 42 مزور اورجانت هذوما قداش من واحده منهم تصور معناتها قالت بعد الكوفيد واحد الكل ويلزمنا خاطر توا كوفيد يلزمنا نعاودوا نرجعوا نعاودوا نبمبي. نعملوا مامي 42 مزور اورجانت الى يومنا هذا اكثر من شطر مازالوا ما تعملوش. اكثر من تعملوا ما تعملوش. دونك تو سا بور دير مش حكايه قانون مش حكايه امكانيه فولونتي الفولونتي بوليتيك موجود يا اخي باش يجيك رئيس ولا وزير يقول لك ما تعملش مي باغ لا سويت ما في تشكون في تشكون تجي اللجنه سامحني سامحني تقول لي انا اذا كان رئيس لدارة. ولا وزير باش نعطيك تو مثلا نحكي على الاستثمار النمو راه بكري قال عدنان على البي بي اتسيتيرا اوكي مي هذاك المؤشر اللي عندنا تو هذاك اللي موجود باه البي بي هو لا فاموس كاك ما هو السياسيين يحكيوا على الكاكا ونقسموا الكاكا واحد الكل اتسيتيرا قعدوا من 2010 حتى لتو يتبعوا تقسيم الكاكا ونساوي الكاكا ريزولتا الكاكا هذيك مش موجودة تكون ما عادش موجودة بالكل ومازالوا يحكيوا على كيفاش باش نقسموها بوغ فينيغ توا للبي بي 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 هو حكاية كروسونس لا كروسونس حكاية استثمار الاستثمار راه غير ما نحكيوا على حاجات كبار ولي سفير كي سو روجواني سامحني معناتها سا بيرمي دو تيوريزي لا شوز مي على الميدان راه مثلا فما مع 40 كيلومتر من هنا جا يحب يعمل الارجيسمون على خاطر البرودوي نتاعو مش منيح باش يعمل الارجيسمون يمشي للبلديه باش ياخذ اكل رخصه البناء رخصه البناء جابوا له قالوا لي اعطيني ليتود دامباكت مشى ليتود دامباكت لاين بي حسب رايك قد ايه جمعه اثنين عمل الدراسه وصبها بين صبين الدراسه وتجيه لوكي جات لوكي ولا جات لوكي بعد 6 اشهر وقالوا له عملنا ريونيون مع الوزاره الوزاره قالت له والله عندك زهر 6 اشهر باغ لا سويت وفاتش الحكايه ويمشي ياخذ رخصه لا على خاطر تقول له جيب لي لاكور نتاع اداره السلامه في وزاره الصناعه. اي بي سي لوجيك. 8 ستون ما فما مادام فما وحده فابور دونك يلزم 8 اشهر ما فماش. هذه الحكايه تقول لي انت اي سا اريف مي اذا كان الاستثمار ما يصيرش في عام ونص مساء اولا التكلفه عاد كان خذ لاكور نتاع البنك مش تمول هذاك تار اتسيترا. هذه الحكايه علاش وزاره الصناعه اداره السلامه ما جاتش؟ خاطر فما اربعه من الناس يخدم على كامل الجمهورية. اي سي لو كا دوبي توجور. دايرة موجود في الإدارات الكل مش في هذه. لا ما إدارة السلامة على كامل الجمهورية ويلزمهم ياخذوا الكهرباء باش يهبط للتطاوين ويرجع اتسيتيرا. أنت ما تفكرش على ستيغ على الفوتوفولتايك فما زوز من الناس يخدموا على. أنت تحب تعمل استثمار؟ استنى حتى لين نجيو. أنت عملت الاستثمار نتاعك باش تدخل في الواحد الكل؟ استنى حتى لين نجيو. أما خاطر الإدارة النهار والشهر عندها هي كيف كيف. تونديس كو اللي يبدا على الميدان هذاك يبدل كل شيء واحنا هوني في تونس ماناش في هالمنوال هذا ماناش في في التخمام ما تفكرش في الميسيون اللي عملناها على الفوتوفولتايك هما يحبوا يطلعوا 30% وديجا فما زوز برك متفكرها ولا تمشي ستيغ وديما وكب ساكر اون ديبلاسمون شفتها ممتازه الميسيون صحيح اي سي عدنان تلخبطت اي دا يلزمنا تو بعد التلخبيطه في الساعه الثانيه يلزمنا نفركوها شوف شوف ما تلخبطتش اما اللي يتقال الكل بريسك باش نعاود نقول اللي قلتو من الاول اش معناها؟ خاطر تعداو الحلول يمشي في نفس الخانه راهو شوف انت قلت حاجه حلوه كي بديت البرنامج نتاعك قلت السياسه مش السياسه السياسويه اللي عنده فيها السياسه هي الشان العام ولا. والترفيه المواطن هذاك المهم هذاك اللي نسيناه جمله دونك اذا كنت تحب انت هذا اللي هي بالسياسه تاع انت بيه كنت عليه كنت كذا تحكي على المنوال التنموي ديجا انت لازم تبدل انك تقول راني جيت باش نخدم الناس اما جيت تخدم الناس علاش؟ مش قال شنو هو كل واحد يخمم اللي يحب ويعمل اللي يظهر له ويطلع بطلع هذيك سي لانارشي ماهيش لا رياليزاسيون دو سوا لا لازمك تجي انت بحاجه منوال فكره للناس الكل اللي الناس الكل تلقى لا رياليزاسيون دو سوا اش معنى؟ دونك انت مشكلتك النمو والنمو ماهيش التنميه الاقتصاديه ماهيش لا كروسونس ايكونوميك لو ديفلوبمون حاجه اخرى عنده مؤشرات واحده النمو هي انه كل مواطن تونسي وكلامك صحيح يلقى راحته مش بلان امبلوا اما نجم نفركوه بلان امبلوا بلان امبلوا نجم نقعد في داري نولي رسام جو سوي امبلوي دو موميم دونك سي لا ساتيسفاكسيون دو سوا هذاك اللي حتى حد ما يخم فيه هذيك لازم تجي وتحطها على الطاوله تقول هاو تونس كيفاش لازم تكون مش هي كتونس التوانسه كيفاش غدوا هما يولي لازم يكونوا كي تبدا هكاك التوانسه ريت المستثمر الخارجي باش يشوفك انت كيفاش تتعامل مع اولاد بلادك ولقاو راحتهم واللي استغنى استغنى واللي شيخ شيخ تو يجي وحده وحده راه يجي خاطر هو باش يقول لك باش نلقى راحتي في البلاد احنا في تونس كيفاش اللي ما نعطيهوش للتونسي نعطيه للبراني مش ديما بون هي موجود لا عايشك اي موجود لا 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 لا
فاش في ليزافونتاج ولا شنو في كل شيء اه نعطيك ليزافونتاج. احنا في تونس كان انت تجي تقول باش نعطي لاك بلاش التونسي لما غدو تمشي تبحث علاش عطيته كيفاش ولا كذا يجيبوا برطله تمد له بلاش وتعطيه افونتاج وهز دوفيزك وكل شيء والناس كل تصفق وهو يضحك علينا خاطر ليه باش يجيك ماهو جاي على النمو جاي على الافونتاج الافونتاج جاي على الكرواسون الربح بتاعو جاي الامتياز اللي انت ما عطيتوش لولد بلادك يخرج يهز ويحتقرنا به نعطيك مثال بخاطر شمل لا لا اتعس وتعسيق شمل بخاطر ما عملش شيء اعطيناه كان جاي تونسي قال طلب اللي طلبوا بخاطر ياخذوا والله هاو تو انا نحكيو بكل صراحه كان جاي تونسي طلب اللي طلبوا بخاطر ياخذوا يجيك المستثمر الخارجي كيف يرى انه المستثمر التونسي في بلاده يربح في الفلوس ويعمل في الكروسانس يقول لك نعمل مشروع معه علاش في الامارات الخارجيه بالعكس القوانين للمستثمر الخارجي اتعس من القوانين للوكو اي بورتون الناس شاده الصف على خاطر هامش الربح والنمو موجود والتنمية موجود وفي نفس الوقت علاش نحب يستوطنوا خاطر النمو اللي هو لو ديفلوبمون اللي عنده حاجه اخرى موجود يمشي قالك نرتاح حاجه كده نرجع لحاجه مهمه ياسر ايوا باش نختموا التنمية دونك اذا كانت تمشي كيك مشكلتنا وين رؤيه للمنوال التنموي اللي فيها النمو خدمه مش حلول راهو لا مش حلول اثنين شنو نقصوا ما عندناش كويرونس اش معنى كويرونس تجي وزاره التخطيط والتنميه سي فري فوزي ريزون التخطيط سي تكنيك مي ما حقهاش تكنيك حقها اكثر من هك حقها طريقه تاخذ خصوصيات اللي تحط على المدى البعيد الحاجات اللي لازم نعملوهم على رؤيه عملت الرؤيه شكون يعملها هذيك الحكومه ان فوا تفهمنا في الموديل نتاع التنموي العام انه الصالح العام اللي هو المواطن في الوسط اما مش لانارشي مش هو يقرر نعطيه المجال باش يسورياليز هذيك كل واحد يلقى روحه ينجم يعمل اللي هو في مخه يعيش حياته كما يحبها في رفاه هذيك الدولة بعد عندك الحكومة تقول به أنا إيش عندي عندي فوسفات عندي كذا هاو شنو اللي بوان فور متاع اللي بوان فابل اللي تبني على الرؤية هذيك استراتيجية اقتصادية تخليش في ديفلوبمون ايكونوميك ده عنده مؤشرات متاعه حاجة أخرى باش نقول لك راهو هذا اللي نقول فيه مش سبيسيفيك لتونس راهو La question qui se pose entre les théoriciens, c'est la même question qui se pose partout. France, elle est en train de se faire comme ça. C'est là qu'on a des idées de la vie. Donc, ce que je dis, c'est que يوفر المواطن تاعو الغاز لا باش يفيقوا البايب لاين الترشق باش المانيا اللي كانت شاده صحيح باش تقعد باش تفرض على المانيا انها تشري لو غاز اللي كيفيه بعد هذاك موضوع اخر طول المواطنين نتاعهم يحاسبوهم عليه حاب نتناقشوا اليوم ولا لا 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 لا, 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 لا حل باهي نمشيو تو مباشره لوين حل بعد الفاصل